أهلا بكم. الحقيقة في فيلم زمان جميل جدا اسمه الحكم آخر الجلسة، أيام ما كانوا بيعملوا أفلام حلوة بقى زمان، كان الأستاذ الله يرحمه نور الشريف، الأستاذ أبوسي، عبد العزيز مخيون. الفيلم ده كان رائع جدا، كان بيحكي قصة إنه زوجة اكتشفت إنه في مرض وراثي في عيلة زوجها، فقالت وكانت حامل فأجهضت في ذلك الوقت. وهذا الفيلم في ذلك التاريخ لم يكن يدري بأن هناك تطور كبير سيحدث في عالم الطب اسمه الفحص الوراثي للأجنة، لأنه في عائلات كتير عانت يا جماعة من فكرة مرض يمشي في عائلة، يمشي في عائلة يعني بالترجمة الحرفية بنقول عليه بقى جينيتكس رانز ان فاميلي أو ديزيز رانز ان فاميلي، يعني مرض بينتقل من الجد للأحفاد، لمرض ممكن يكون عنيف زي ضمور العضلات، زي ما في الفيلم ده صوروا على فكرة تقريبا الماليس اتاكسيا أو يعني مرض من أمراض العنف الجنوني، حالات زي حالة كورية كده عنيفة جدا، الواحد ممكن يخبط ويعمل هاج وبتاع. لكن الوضع الحالي في الطب نقف قدامه كثيرا جدا أمام الفحص الوراثي للأجنة، واحدة من أهم الحلقات لأنها حلقة شديدة العلمية، شديدة الاحتياج اللي عندهم أمراض وراثية في العيلة يستمعوا جدا لهذه الحالة، وحتى اللي ما عندهمش اللي ناوي يعمل حالة مجرية يستمع جدا، لأنه ده كور مهم دلوقتي في عمل الحالة المجرية. حقيقة أكيد هيبقى الحوار أكثر إمتاعا وأكثر دقة لأنه ضيفي واحد من الكبار جدا في هذا المجال، اسمه بنفتخر جدا بوجوده معنا وإضافة هائلة ظهوره على الشاشة، وكانت نقلة كبيرة جدا إنه زي ما بيقول الأساتذة الكبار يقبلوا دعوتنا ويظهروا معنا في شاشة التلفزيون لكي يعم الفكر العلمي الدقيق المدقق المصحح على مستوى الوطن العربي. فخر مصري كبير هو ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والرائد القدير العالم الإخصاب المساعد والحقن المجهري وعلاج العقم، أستاذنا أستاذ الدكتور محمد يحيى. أي حالة في الدنيا عملت حقن مجهري وفشل 3 مرات احنا بنعملها تقييم من الأول خالص. نسبة الحمل في الدورة الناس الطبيعية خالص 18-20%. تخشى ان البويضات تتأثر بسبب تقدم العمر. الحمل الاولاني هو اختبار للزوج والزوجة. العيان يجب ان هو يبقى بيثق ان الدكتور هيعمل له اللي هو محتاجه مش اللي يعرفه. الاستاذ الدكتور محمد يحيى، استاذ امراض النساء والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور محمد يحيى، نورت يا فندم، شرف كبير لينا عزيز. الله يخليك. حقيقة اختيارك للموضوع فحص وراثي الأجنة موضوع صعب، بس نقربه للناس، يعني إيه فحص وراثي الأجنة؟ نبتدي الموضوع من الأول ببساطة شديدة جدا. الخلية اللي في أي حتة في الجسم فيها 46 كروموزوم، لكن لو احنا تضاعفنا مش هنفضل زي ما احنا. ففي تكوين الحيوان المنوي وتكوين البويضة بيتم اختزال الكروموزومات دي للنص، فيبقى عندنا 23 في الحيوان المنوي و23 جاي من الأم، يرجعوا يتحدوا مع بعض يتكون بني آدم ويتكون النواة اللي بتعمل الجنين من خلية واحدة وبعدين خليتين 4-6-8 لغاية ما تنقسم وتكون بني آدم. اللبنة اللي بتبني الكلام ده اللي هي الكروموزومات اللي عليها حاجة بتسميها جينات، الجينات دي بتنقل كل خصائص البني آدم. كل خصائص البني آدم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن طوله ولون عينيه وهيبقى ولد ولا بنت واستعداده للأمراض ايه، بيحمل صفة وراثية تخلي الست دي لما تكبر ممكن يجيلها سرطان في الثدي ولا لا. كل هذه الأشياء بتتحدد
من اللبنة اللي ابتدت من الزوج والزوجة أو من البويضة والحيوان المنوي. كان في مشروع كبير قوي اللي هو مشروع الجينوم، إن هم ابتدوا يفحصوا الكروموزومات دي والجينات اللي عليها والأماكن اللي هي شايلاها كل واحدة منها بتعمل إيه. وبالتالي ببساطة شديدة قدرنا نعرف مكونات الجين البشري أو الخلية البشرية الكروموزومات دي عليها إيه. الأول كنا بنبص على الكروموزوم كله فنشوف ده Y وده X أو في كروموزوم جزء منه ناقص، كروموزوم في جزء منقول من واحد لواحد، وده كله بيعمل أمراض وراثية. بعد كده ابتدينا نقدر مش بس نفحص ده، لا احنا نفحص كمان لو في جين معين موجود مش كويس وبيسبب مرض وراثي نقدر نعمله. لسه ما وصلناش للعلاج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في حاجات قليلة قوي ليه علاج، ان احنا نغير الجين ده او نغير ازاي الجين ده بيشتغل. انما في معظم الاحيان لغاية النهاردة شغلنا ان احنا نشوف الخلية دي فيها كروموزوم مش مظبوط فما ننقلوش. فبنعمل ايه؟ احنا في الحال المجهري بنجيب حيوان منوي وبويضة وياما نحطهم مع بعض او نحن جواها لغاية ما يحصل انقسام. لما بنوصل للمرحلة اللي فيها الخلية دي او الجنين ده في 8 خلايا، ممكن ناخد واحد منهم ونفحص ببساطة شديدة الكروموزومات اللي موجودة دي. لقينا الخلية دي او الجنين ده في 3 من كروموزوم 21، يبقى البيبي ده الجنين ده لو سبناه هيجيب لنا مرض الطفل المنغولي. يبقى ما ننقلش الجنين ده، لا احنا ننقل جنين سليم. او ان احنا نستنى لغاية ما يوصل الجنين ده اليوم 5، في الوقت ده نقدر ناخد كمية اكبر من الخلايا من الغشاء اللي هو بيبقى موجود اسمه تروفو اكتيدرم، ناخد الخلايا دي ونبعتها تتحلل بطريقة ادق ونبص على الجينات الموجودة والكروموزومات الموجودة دي كلها ايه، ونشوف لو هي حاملة للمرض الوراثي يبقى نقدر ان احنا نستبعد الجنين ده، لو هي سليمة نقدر ان احنا ننقل الجنين ده للام، وبالطريقة دي هي نقلل من انتشار الامراض الوراثية. احنا في عندنا نوعين كبار قوي، لو مثلا مرض بيجي في الولاد يبقى احنا هنختار على طول الجنين البنت، او العكس لو مرض بيجي للبنات يبقى هنختار الجنين الذكر. وده اسهل الامور، هي دي زيها بالظبط زي تحديد جنس الجنين. لان احنا نقدر نعرف ده ولد ولا بنت وننقل انهين، بس المره دي احنا بنعمله عشان نتجنب مرض وراثي. لكن في امراض وراثيه بقى معقده اكتر من كده. في الوقت دوت احنا بناخد الخلايا دي ونحللها، وبعد كده نجمد الجنين ده ونبعت التحليل وننتظر النتيجة. نلاقي الجنين نمرة 1 جاي انه حامل للصفة الوراثية اللي هتجيب طفل عنده زي ما انت قلت مثلا الدوشان او ان هو عنده انواع حامل لمرض whatever المرض دوت، فنستبعد ده. لما نلاقي ان هو سليم نقدر ان احنا ننقله. والحقيقة ده بيجنب اسر كثيرة مشاكل غير طبيعية. يعني احنا عندنا حالات الطفل فيه طفل عنده 8 سنين كل وزنه 12 كيلو، ويعني اهله شايلينه ما بيقدرش يتكلم وده نتيجة لجين مشكلة معينة في جين معين. عملنا تحليل للكروموزومات بتاعته ولما طلع لنا طلع يعني هي كان عندها 8 أجنة تحللوا، واحد اللي سليم ونقلناه وحملته جابت ولد سليم. إنما لو احنا ادينا فرصة للطبيعة
كان كل 8 بيبي هيجي واحد سليم. يعني لازم تحمل 8 وحشين. هي نسبتها كل مرة 12%، فالاحتمالات ضدها تماما. فده مثال بسيط عن المشاكل اللي ممكن ان هي تحدث ونقدر نتجنبها. ده نوع كبير قوي من الفحص الوراثي للأجنة. في ناس تانية عملت أطفال أنابيب مرة واثنين وثلاثة، الأجنة شكلها كويس قوي ومع ذلك ما بيحصلش منهم حمل. دول بنعتقد ان ممكن يكون الأجنة بتاعتهم فيها مشكلة، فبنعملهم فحص وراثي عشان نشوف هل الأجنة دي هي فيها مشكلة ولا لا. لو فيها مشكلة ما فيش داعي ان احنا نعذب الست ان هي تفضل تستنى اسبوعين تاخد حقن ومستنية نتيجة حمل، ونقولها من الاول الأجنة فيها مشكلة، لو في أجنة سليمة ننقلها. فدول النوعين الكبار الموجودين. هل نعمله لكل العيانين؟ لغاية دلوقتي الحقيقة ما فيش توصية بان احنا نعمله لكل العيانين، لانها بتكلف كتير قوي، وبالتالي العدد قليل قوي اللي بيطلع بوزيتيف في الناس الطبيعيه. فاحنا ما بنعملوش لكل العيانين، بنعمله يا اما لناس عندهم تاريخ في العيله او عندهم طفل فيه مشكله ادواردز جاله مشكله قبل كده، او ان الست تكرر الاجهاض عندها، او تكرر ان احنا بننقلها اجنه شكلها كويس ومع ذلك ما بتمسكش. ده ببساطة شديدة قصة الفحص الوراثي للأجنة. دايما بنفكر وكتير من الكابلز بيفكروا في مدى دقة هذا الاختيار الاختبار. بص هقول لحضرتك على حاجة، يعني الاختبار كاختبار الفاليديتي بتاعته حوالي 98%. فاحنا النهاردة بنتكلم عن اللي هو يعني احنا كان عندنا الجنريشن الاولاني، الجنريشن التاني، كان النهارده على الثيرد جنريشن. الاختبار الى حد كبير قوي دقيق تماما، وخصوصا في الحالات اللي عندها امراض. انما هو المشكله ان ربنا خالق سيستم في الجسم ان الجنين ده ما كانش هيكمل على اي الاحوال، او ان الخلايا اللي فيها مشكله بيطردها بره الجزء اللي هيكون جنين. فممكن يبقى فيه جنين فيه خلايا كويسه وخلايا وحشه. وعشان كده بنفحص عدد كبير من الخلايا عشان الى حد كبير يبقى فيه توافق بين الاثنين. السؤال الثاني، لو المشكله في الحيوات المنويه، هل في فحص وراثي للحيوات المنويه؟ هو الفحص الوراثي للحيوانات المنويه الحقيقه موجود، بس ملوش قيمة كبيرة، لأن هو الحيوان المنوي اللي هنفحصه مش هنقدر نستعمله، لأنه وانس إن هو اتفحص مات. فعادة بنعمل فحص للأبهات اللي عندهم مشكلة في الحيوانات المنوية عشان نشوف كروموزومات بتاعتهم، ولو طلع هم عندهم مشكلة بنفحص الأجنة عشان نتأكد إنها سليمة قبل ما نرجعها. دايما السؤال برضو المصري الكلاسيكي، هل الفحص الوراثي للأجنة يؤثر على الجنين؟ لا، هو ما يأثرش على الجنين نفسه عمره ما، يعني وانس ان هو عاش ونمى بعد اللي احنا عملناه خلاص ما بقاش فيه مشكلة، لان احنا لو اخدنا الخلية دي في اليوم الثالث فاحنا عادة بننقل بعدها ب 48 ساعة، يعني بننقل في اليوم الخامس، فالجنين اللي هيكمل وهيبقى شكله كويس مش هيأثر عليه. ونفس الكلام بالنسبة لو خدنا فحص في اليوم الخامس، دول عادة بنجمد الأجنة ونرجع نرجعهم في دورة تانية. إنما هي المشكلة الأساسية إن الناس دي بيبقى في معظم الأحيان عندهم مشاكل، وبالتالي نسبة الأجنة اللي بتبقى سليمة عندهم بنطلع زي ما قلت من شوية 8 نلاقي واحد سليم، أو العكس إن نطلع 5 6 نلاقي 2 سلام. لو لقينا 2 سلام ورجعناهم
عادة بنبقى نسبة الحمل فيهم زيها زي أي حد. ليه دايما الحوار على أنه الفحص الوراثي اللي جينا زود نسب نجاح الحمل؟ يعني هل هذا واقع؟ هو طبعا أنت لما بتنقل جنين سليم بتبقى نسبة الحمل بتاعته أعلى. إنما قدام ده في ناس ما بيتنقلهاش. فأنت لما تحسب نسبة الحمل للناس اللي احنا نقلنا لهم هتبقى أعلى. إنما يعني هي فيها إلى حد ما لعب في الإحصاء شوية. يعني احنا معظم الأجنة اللي بنقلها ما بنفحصهاش. اللي احنا بنفحصه بنتأكد ان هو سليم فبننقل جنين سليم فتبقى النسبة فيهم طبعا اعلى. لكن لو حسبت اللي احنا فحصناهم واللي ما فحصناهمش هيطلعوا في الاخر تقريبا زي بعض. النتيجة بتظهر ليه ساعات بتتأخر النتيجة؟ على حسب احنا بندور على ايه. يعني في تحاليل بتبقى الريجنز بتاعتها نادرة قوي عقبال ما ممكن نجيب ريجنت مخصوص. ايه هو الريجنت؟ المادة اللي بنستعملها عشان تبين ان العيب ده فين. ففي بعض الاحيان احنا والحقيقة الاساتذة بتوع الفحص بتاع الكروموزومات هما اللي بيساعدونا في ده. فاحنا بنضطر نجمد الاجنة عقبال ما نعمل الفحص, والفحص عادة بياخد وقت فبننقل في دورة تانية. والنهاردة بقى جزء من المركز عندنا عيادة وراثة. يعني في دكتور وراثة موجود ليه عيادة عشان الحالات اللي عندها مشاكل يقدر ان هو يشوفها ونشوف هتحتاج انهي نوع من الفحص الوراثي لما نعمل حقن مجهري. وده بقى جزء متمم لعملنا واحنا بنشتغل في الحقن المجهري. ايه اكتر حاجه ده التجميد؟ يعني ده التجميد اللي بيفيد جدا في الحاله دي, لان من غير التجميد ما كناش هنقدر نعمل الفحص ده. شريك نجاح بالظبط كده. شريك نجاح. ايه اكتر حاجه بتشوفها في الفيلد الطبي دلوقتي حضرتك مضايقاك فيما يتعلق بالفحص الوراثي؟ ان هو جزء منه بقى كوميرشال. يعني انا قلت أيوه. من دقيقتين ان في حالات معينه احنا بنعمل لها فحص وراثي. في ناس مقتنعه ان ممكن نعمل فحص لكل الاجنه عشان نزود نسب الحمل. مناقشه علميه لا تنتهي. هي ممكن تبقى ليهم وجهه نظر علميه محترمه في هذا المكان, لكن في نفس الوقت احنا بنحمل 90% من المرضى تكاليف مريعة في هذه الفحوصات بدون نتيجة ملموسة في زيادة نسبة الحمل. فلغاية دلوقتي على الأقل احنا مقتنعين ان هو بنعمله في لما يبقى فيه مشكلة او في حاجة. انما لكل الناس لغاية النهاردة علميا ما حدش قدر يثبت ان هو ممكن يبقى ليه فايده. الحقيقه وجودك معنا اضافه هائله لينا واضافه هائله للعلم الطبي المنقول على الصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا. العفو. الزياره وقبولك دعوتنا شرف كبير لينا ان يكون ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والرائد القدير في عالم الاخصاب المساعد وعلاج العقم وتاخر الانجاب استاذنا الاستاذ الدكتور محمد يحيى استاذ امراض النساء والعقم بكليه الطب جامعه عين شمس ورائد الحقن المجهري والاخصاب المساعد صاحب التواجد الرائع في المنصه العالميه للمنصه الشرفيه العالميه لهذا العلم شديد التعقيد شديد التقدم. خليكم دايما فاهمين ده وخليكم دايما مع الدكتور.